قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك سو أن الحكومة سترسل أطباءها العسكريين إلى المستشفيات خلال الأيام المقبلة كجزء من إجراء الطوارئ لدعم نظام الرعاية الصحية بعد إضراب جماعي للطلاب المتدربين. ودعا رئيس الوزراء الكوري الأطباء المتدربين الذين استقالوا بشكل جماعي للعودة إلى العمل قبل يوم واحد من الموعد النهائي الذي حددته الحكومة لاتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. نظم آلاف الأطباء المتدربين في كوريا الجنوبية مظاهرة لليوم التاسع على التوالي احتجاجا على القرار الحكومي لزيادة القبول الجديد في كليات الطب. وفي غضون أسبوع استقال أكثر من 10,000 طبيب متدرب، رغم أن الحكومة الكورية الجنوبية التي اعتبرت تحركهم غير قانوني أمرتهم بالعودة إلى المستشفيات. هذا التحرك الجماعي أدى إلى إلغاء وتأجيل عمليات عدة، كما رفعت كوريا الجنوبية حالة التأهب الصحي إلى أعلى مستوى. ويقول أحد الأطباء المحتجين إنه على الحكومة الكورية الجنوبية معالجة الأجور وظروف العمل قبل محاولة زيادة عدد الأطباء. كما عارض كبار الأطباء والممارسين في القطاع الخاص خطة الحكومة قائلين إنه لم تتم استشارة المجتمع الطبي بشكل كافي. بدوره ناشد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك سو الأطباء المحتجين للعودة إلى عملهم بحلول الموعد النهائي الذي حددته الحكومة كوريا الجنوبية غدا الخميس. وقال هان إنه ابتداء من الشهر المقبل سيتم تعيين الأطباء الذين يخدمون في الجيش وفي العيادات المحلية بدلا من الخدمة العسكرية الإلزامية في المستشفيات المتضررة من الإضراب.